يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة من ترندز، هنتكلم فيها عن كل الأخبار اللي شغلت بالكم خلال الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، حلقة ترندز، بفقرة ترندز أوف ذا ويك واللي هيكون معانا فيها. نجوم الوطن العربي وضحايا الزلزال. معجزة إلهية في تركيا. ليوناردو دي كابريو يتعرض للانتقاد من جمهوره. مسلسل يو يشعل مواقع التواصل. لسه زلزال تركيا وسوريا متصدر الترند على السوشيال ميديا، ده طبعا بعد الارتفاع الكبير في أرقام الضحايا. لكن كان من أهم الحاجات اللي اتكلم عنها الناس على السوشيال ميديا كان الدور اللي قام بيه كتير من الفنانين والشخصيات العامة لمساعدة أهالي سوريا وتركيا. يعني شفنا مثلا صفحة ماكسيم خليل واللي اتحولت لصفحة لجمع التبرعات للضحايا، كمان شفت فنانين بينزلوا بنفسهم للمواقع المتضررة بالزلزال زي تامر حسني اللي تعاون مع الهلال الأحمر ونزل وساعد الشباب في جمع المساعدات، وغيرهم الحقيقة كتير من الفنانين. على سبيل المثال باسل خياط، باسل ياخور، شفناهم كمان بيجمعوا الحاجات بنفسهم. حتى فايز المالكي اللي كان مع الطيارة اللي بتوصل المعونات. غير كده كمان شفنا فنانين كتير زي أصالة، مريم فارس، شفنا المطرب رابح صقر اللي بيبحث عن طفلة رضيعة من ضحايا الزلزال عشان يتبناها. كمان نجوم الكورة كان ليهم مشاركات إنسانية كتير، مثلا شارك رونالدو في مبادرة لاعب تركي وقدرت الحملة انها تجمع 5 مليون ليرة لصالح المتضررين. ما شاء الله تبارك الله، هذه الطائرات السعودية كل ساعة ساعتين طائرة سعودية إغاثات الإخوان السوريين. ترب لك الحمد لله، هذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هذا اللي شايفينها قدامكم تكفي عائلة كاملة من أكل ومن شرب ومن خيمة ومن ملابس ومن كل شيء. ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية، الحمد لله على السلامة، الله يبيض وجيهكم، ما شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم من شويه تقريبا السوشيال ميديا الاسبوع ده ملهاش اي كلام تقريبا غير على الزلزال وضحايا الزلزال، عشان كده كان في فيديو انتشر بقوه على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت وحقق ملايين المشاهدات، لانه الفيديو ده حقيقه باختصار بيعبر عن معجزه الهيه بكل المقاييس. انا مش هتكلم عن الفيديو، خلينا نروح نشوف الفيديو وبعدين نرجع نتكلم مع حضراتكم عليه. Bebek hareketsiz yatıyor ya. Hangisinden ses geliyor? Elçin. Gözükmüyor, hareket eden yok. Belki ediyordur oğlum. Tamam. Kaldın mı kavurdu? Elçin abi sanırım aldığını kavurdum abi. Olur. Geldi. Geldi. Hay maşallah. Adam be. Adam. زي ما تابعنا كده مع حضراتكم في الفيديو، فرق الإنقاذ التركية قدرت إنها تنقذ رضيع من تحت الأنقاض. طفل رضيع ده اسمه حمزة، طلع حي بعد حوالي 5 أيام. طبعا دي معجزة بكل المقاييس من ربنا سبحانه وتعالى، إنه الطفل يفضل عايش طول الفترة دي في البرد ده من غير مية ومن غير أكل في وسط الركام ده، أكيد يعني معجزة بكل المقاييس. وده كان السبب اللي خلى الناس تتفاعل جدا مع الفيديو اللي كان في منطقة أنطاكيا تابعة لمدينة هاتاي. وفرق الإنقاذ كمان قالت أنه حمزة عمره 7 شهور وقعد تحت الأنقاض حوالي 140 ساعة وتم تسليمه الإسعاف بعد كده، بس مفيش بعدها بقى أي معلومات اتذكرت خالص عن أهله، هل هم لسه عايشين ولا فقدوا تحت الأنقاض. أما بالنسبة للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، هو واحد من الفنانين اللي أخبارهم دايماً بتتصدر السوشيال ميديا خصوصاً أخبارهم الشخصية. ليوناردو دي كابريو تعرض الأسبوع ده لموجة كبيرة من الانتقادات من جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وده بسبب علاقته العاطفية الجديدة واللي بتربطه بعارضة الأزياء الشابة إيدن بولاني. ده ممكن يخلي حد يسأل نفسه، يعني هل في مشكلة لما ليوناردو دي كابريو يرتبط
مشكلة هنا ان جمهور ليوناردو دي كابريو على السوشيال ميديا وخصوصا على تويتر شايفين ان عمره 48 سنة، لكن ايدن عمرها 19 سنة بس. وبالرغم من ان مقربين من ليوناردو طلعوا ونفوا انه اصلا يكون في علاقة بينهم، الا ان الجمهور على السوشيال ميديا بدأ بقى ينشر صور كتير ليهم مع بعض، وكتبوا كمان كتير جدا من الكومنتس على صفحة ليوناردو دي كابريو بيعلنوا فيها عن رفضهم للعلاقة دي وبيسخروا كمان منها. من بعدها بدأت تظهر صور كتير ليهم مع بعض. هل بقى ده حق ليوناردو او حق اي انسان مشهور ان هو يحب اي شخص ايا كان فرق العمر؟ لكن جمهور السوشيال ميديا واضح انه ليه رأي تاني. كلنا عارفين ان الحب شيء جميل جدا ولطيف وليه جوانب كتير قوي مبهرة، ودايما انطباعنا عن اي مسلسل بيقدم قصة حب انه بيكون حاجة رومانسية وحاجة حالمة كده زي ما بنقول. لكن بقى المسلسل المتصدر الترند الاسبوع ده بيقدم نوع مختلف من الحب، حب كده كله جرائم، قتل، تعقب، قصة كده كبيرة. اكيد عرفتوا انا بتكلم عن مسلسل ايه. بتكلم طبعا عن مسلسل يو اللي قدر انه يكون محور كلام يعني ناس كتير جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وقدر الهاشتاج الخاص بالمسلسل انه يتصدر الترند بعد صدور بارت 1 من الجزء الرابع من ايام. كمان صدر حلقات من بارت 5 والمفروض هينزل بارت 2 اول شهر مارس اللي جاي، وهيبقى مكون كمان من 5 حلقات. المسلسل من بطوله بان باتشلي اللي بيقوم بدور جو، وهو قاتل متسلسل وبيقوم بعمليات القتل دي بهدف انه يوصل للانسان اللي بيحبها. من اكتر الحاجات بقى كمان الخاصه بالمسلسل اللي تصدرت الترند هي بان، تصريح بان باتشلي اللي قال انه رفض يعمل بعض المشاهد الجريئة في الجزء الرابع احتراما لمشاعر زوجته اللي بتضايق من النوع ده من المشاهد. طبعا التصريح ده يعني نال اعجاب كتير جدا من جمهوره، خاصة اكيد الستات. وطبعا اهم سؤال الجمهور طرحه على السوشيال ميديا كان هو هل الماضي الاجرامي لجو هيطرده في الجزء الجديد ولا هيقدر يبدأ حياة جديدة بشكل مختلف. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week. وما زال زلزال تركيا وسوريا للأسف هو الترند على كل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كلها مهتمة جدا ومتابعة بشكل كبير جدا اللي بيحصل في سوريا وتركيا. الموت حتى بتاع السوشيال ميديا كل حقيقة حزين جدا على اللي حصل جراء هذا الزلزال. يعني مثلا لو هنفتح الفيسبوك هنلاقي فيديوز وصور تقطع القلب. أول ما بنشوف الفيديوز دي حقيقة يمكن مقاطع صعبة جدا، نقول بلاش فيسبوك ونروح على تيك توك أو إنستغرام نلاقي نفس الشيء. فيديوهات حقيقي أقل ما يقال عنها إنها جرعة مكثفة جدا من الحزن، وده طبعا بقى منعكس على كل الناس. عشان كده جه في بالنا سؤال مهم جدا، وهو ازاي نقدر نحمي نفسنا من اي طاقه سلبيه ممكن تجيلنا من السوشيال ميديا. وهنا الحقيقه مش بنتكلم بس عن موضوع الزلزال، لانه ده موضوع الحقيقه يعني يستاهل ان احنا نزعل ويستاهل ان احنا كمان يعني نؤازر اخواتنا في سوريا وايضا في تركيا. طبعا ربنا يعني ان شاء الله يشفي كل المرضى او المصابين، وكمان يعني يرحم الضحايا ويصبر اهاليهم. طيب بس برضو ده بيعكس يعني وبيسيب مساحة كبيرة للاكتئاب. طب ايه الحل؟ هل ما ندخلش على السوشيال ميديا خالص؟ اكيد ما بقاش ينفع، لانها مع الاسف الشديد بقت جزء من حياتنا اليومية. طب نعمل ايه؟ ازاي ما نخليش حاجة بنشوفها او بنقرا عنها على السوشيال ميديا تؤثر علينا بالسلب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وامين عام الجمعية المصرية للطب النفسي. بنرحب بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك معانا في ترانس. اهلا بيك استاذة جومانة، واهلا بالسادة المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني واحنا بنتكلم، لو هنتكلم على موقف او حادثة زي حادثة الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا، يمكن الحالة دي تحديدا تستاهل ان احنا نبقى حاسين باسر الضحايا ونبقى حاسين كمان بالمرضى، نبقى مدركين واقع الامر اكيد، لكن في نفس الوقت بتنعكس علينا بشكل سلبي واكيد بتسيب في نفوسنا اثر يعني صعب. بشكل عام يا دكتور، ازاي نقدر نحمي نفسنا من الطاقة السلبية اللي بقت موجودة على السوشيال ميديا، حتى لو بالفعل احنا يعني حاسين او الحادثة تستاهل ان احنا نبقى مهتمين بيها؟ بص يا فندم، الطبيعي ان احنا نتفاعل مع الاحداث، لكن يجب ان يكون تفاعلنا مناسب ومتناسب مع الحدث.
يعني حدث ضخم زي اللي حصل في زلزال تركيا وسوريا والضحايا، اكيد انا بتفاعل واكيد بشعر بالاسى واكيد بشعر بالحزن على الضحايا طبعا. ولكن هذا الشعور يجب ان يكون مناسبا للحدث ومتناسب في الدرجه، ما يسيطرش على حياتي كلها، ما يعطلنيش عن حياتي، ما يعطلنيش عن العمل، بالعكس احنا بنقول ايه؟ نحوله لطاقه ايجابيه تدفعني لمساعدتهم او تقديم العون ليهم او حتى دعوه الاخرين هم يقدموا الدعم او المساعده للناس دي. اذا احنا عاوزين ننمي حاجه عندنا كده بنسميها الصلابه النفسيه. دي حاجة ربنا خليها فينا كلنا كبشر، ست أو راجل، بنت أو ولد، طفل أو كبير، بتساعدنا إن احنا نتفاعل ولكن نرد بسرعة لحالتنا الطبيعية وما نخليش هذا التفاعل يأثر على حياتنا. ننميها إزاي؟ دي مهارة زي أي مهارة في الدنيا، كل ما بمارسها أكتر وبنميها منذ الصغر كل ما تبقى موجودة عندنا. بس هي يا دكتور تبقى متفاوتة من شخص لشخص، مظبوط؟ ده بالتأكيد زي أي مهارة في الدنيا. ولكن من رحمة ربنا عليها إن احنا ممكن ننميها ونقويها عشان نقدر نتعامل بيها مع اللي احنا بنشعر بيه دلوقتي من سوشيال ميديا ووسائل الإعلام والكلام اللي حضرتك ذكرتيه كله. الحاجة بقى اللي بتساعدنا كمان غير هذه المهارة هي الدعم الاجتماعي. بمعنى ايه؟ بقعد مع اسرتي، بقعد مع اصدقائي، ما اكتمش افكاري جوايا، اشارك الاخرين فيما افكر فيه، اشوفهم هم وجهه نظرهم ايه، هم برضو رايهم ايه. الحاجه لما بتطلع برانا بتاخد حجمها الطبيعي، لكن لما اسيبها متخزنه وعمال اتعرض لها مره ورا الثانيه بتاخد حجم كبير. بس دي نقطه كمان مهمه يا دكتور، حقيقه في ناس ما عندهمش في ناس ما عندهمش المهاره دي، في ناس ما بتعرفش تتكلم، يعني في ناس ما بتعرفش حتى تخرج تنقل افكارها، يعني حتى لو عايز تتكلم ما يبقاش عندها القدره او المهاره انها تنقل افكارها ومشاعرها لكلام او اللي قدامها. هنا عندنا حلين، كويس ولا لا؟ يا اما اصدقائي او بقيه اقاربي افراد عائلتي بيشجعوني ان انا اتكلم ويقولوا لي ويقعدوا يزنوا عليا لغايه ما اطلع اللي جوايا، او ان انا اطلعها كتابه، او حتى بنشجع ده في الاطفال والمراهقين يرسموها. المهم ان الحاجه تطلع برايا. الحاجة التانية هي اني ما اقضيش وقتي كله على السوشيال ميديا او بتفرج على وسائل الاعلام. زي ما احنا بنقول مش هنقدر نمنع الناس عن الكلام ده، وانا لا اوافق على المنع لان هي زي ما هي مضرة هي مفيدة. طبعا. بنقسم وقتنا على اشياء كثيرة، ما بنضعش كل البيض في سلة واحدة. لا، بيبقى عندي وقت للسوشيال ميديا، وقت للاعلام، وقت ان انا اعمل رياضة اسهلها هي ان انا انزل اتمشى، وقت ان انا اكلم اصدقائي، وقت ان انا مارس هواية بحبها، وقت ان انا اروح شغلي او اذاكر مذاكرتي. طول ما اليوم مقسم الى اجزاء، ويا سلام لما تكون منظمة بطريقة يعني مرتبة جدا، كل ده بيساعدني على التغلب على اي مصاعب في اي جهة فيهم. الحاجة التالتة بقى ودي مهمة جدا، روحانياتنا مسلمين او مسيحيين، دايما الايمان الداخلي بيدينا قوة على التغلب على المصاعب، لأن دايما بقول إيه؟ كل شيء في إيد ربنا في الآخر، كل شيء في الآخر ربنا مقدرته، واللي مكتوب على الجبين هنشوفه العين. هذا الإيمان الداخلي بوجود ربنا في حياتنا، وإنه أكيد مش هيعوز لنا حاجة وحشة، وإنه أكيد هيقف جنبنا، وحتى لو حصل حاجة وحشة ده مجرد اختبار من ربنا وهيكافئنا عليه، ده بيدينا راحة نفسية غير عادية طبعا، وبيقلل الطاقة السلبية اللي جوانا. لو كل ده ما نفعش، وده ممكن طبعا ما ينفعش طبعا لأن ساعات الأحداث بتبقى غير عادية، بنقول نلجأ ليه بعض المساعدة المهنية. نلجأ للمتخصصين هنا في الوقت بالظبط يا فندم. هنا ساعتها بقى لو كل ده فشل نروح للمتخصصين، لكن 99% ده بينجح، وخصوصا فكرة تنظيم الوقت، وإن أنا يبقى عندي أنشطة أخرى غير إن أنا قاعد طول الوقت على السوشيال ميديا أو على وسائل الإعلام. طيب دكتور، لو حد مثلا طول الوقت هو بيقلب على السوشيال ميديا، شاف طبعا حاجة ضايقته، قرأ حاجة ضايقته، شاف حاجة ممكن تكون يعني محزنة أو يعني مشاهد صعبة وجنبه أطفال، تمام، يعني في ناس مدرستها إن هي تقول لا أنا لازم يبقى قاعد وشايف اللي بيحصل حواليه، وإن هو أنمي عنده روح المؤازرة وروح إنه يحس بالناس، وفي ناس تقول لا ما خليهوش يشوف المشاهد دي، حضرتك مع إيه يا فندم؟ أنا مع رد فعل الشخص الناضج. الأطفال ما هم إلا إنعكاس لمشاعر أهلهم، مشاعر الناس الكبار اللي في حياتهم. فأنا لو بتفرج على الحاجة وكان تفاعلي منطقي ورد فعلي عقلاني ومناسب، الاطفال هيبقى تاثرهم زي بالظبط، انهم هيبصوا على الحاجه بطريقه عقلانيه وبطريقه ايه؟ لا يخشونها. هم ما بيشوفوش الحاجه وحشه ولا حلوه، ولا مخيفه ولا مش مخيفه، هم عندهم كده زي مجسات بتشوف هل الكبير
اللي هو ابويا او امي او اخويا الكبير او اي حد من اقاربي، خاف ولا ما خافش، زعل ولا ما زعلش، انهار ولا ما انهارش. يعني هم بنسموهم سفنجة المشاعرنا، بيقلدونا، بيشعروا كما نشعر. فلو هوريهم او هوريهمش، اهم حاجة ان اكون عندي حاجة اسمها ثبات انفعالي، ما انهارش قدامهم، ما حسشهمش ان الموضوع كارثي. لا، دي مشكلة وحاجة وحشة، واللي احنا اللي هنعمله ان احنا هنساعد الاخرين. يعني دايما احول المحنة الى منحة، ان انا هساعد، ان انا هبقى انسان كويس، فالاطفال انعكاس لينا. فمهم بقى ساعتها ان الاهل يتعاملوا بثبات انفعالي كويس. طيب دكتور، بعيدا بقى عن السوشيال ميديا، لو طول الوقت احنا في الحياة بشكل عام بنتعرض لمواقف ممكن تكون صعبة، ممكن نتحط في موقف يؤثر علينا بشكل سلبي، يضايقنا، يكئبنا، يعني اي مكان في مواقف زي دي كتيرة، ازاي نتصرف في اي موقف حتى لو بالفعل يعني كان موقف صعب علينا او موقف حزين او شيء حزين جدا بالنسبة للشخص؟ يبقى بصي يا استاذه جمانة، اهم حاجه ان الواحد يقر بمدى صعوبه الموقف، وان من حقه يزعل، ومن حقه يخاف، بس النقطه دي غير يغضب. بس خليني بس اقف عند حضرتك عند النقطه دي تحديدا يا دكتور. دي تتعارض مع فكره انه ما نفكرش في الامور السلبيه؟ لا 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 لا، مش لا تتعارض صح؟ لا تتعارض اطلاقا. انا لازم اتفاعل ولازم اتعرف على نوع تفاعلي. يعني مهم قوي نعلم اولادنا، بناتنا، كبراتنا، جدودنا، أبائنا، إن إحنا من حقنا نتفاعل. وإزاي نتعرف على مشاعرنا ونقول إن إحنا بنشعر بكده. أول ما أعمل كده بعديها أحول بقى هذا الشعور إنه بدل ما حاجة بتعطلني عن حياتي أو مؤلمة بزيادة، إلى طب أعمل إيه بقى؟ أتعامل مع هذه المشكلة إزاي؟ هل ممكن أتعلم حاجة من المحنة دي؟ هل ممكن دي حاجة تفيدني بعد كده؟ هل ممكن المحنة دي أحولها إلى حاجة تساعدني وحاجة تساعد اللي حواليا؟ يعني من أحلى الحاجات اللي احنا بنشوفها في العالم الغربي ونفسنا تبقى في مصر، وأكيد في أمثلة في مصر بس أنا ما أعرفهاش، إن زي حد بيمر بمحنة شخصية، زي مثلا بعد الشر بعد الشر بعد الشر، وفاة أحد ولاده في حادثة عربية، أو إصابة بمرض معين، إنه بعد ما بيحزن على ابنه أو بيحزن على بنته بيتحول إلى إيه؟ داعم لإيجاد علاج لهذا المرض. لا، في امثله كتير يا دكتور. تقليل الحوادث في العربيات. لا لا، موجوده طبعا. اللي اسمه التفكير الايجابي، مش ان انا ما احزنش، ان انا احول حزني الى شيء بعمله عشان ما يتكررش هذا الموضوع مره ثانيه. ده اللي نفسنا يكون ده دايما ايه طريقتنا في التعامل مع الناس. زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي في الاول محتاجه مهاره الصلابه النفسيه، لان هي بالضبط. هي اللي بتفرق فعلا زي ما حضرتك قلت. طيب اخيرا يا دكتور، هرجع تاني لمشاهد الزلزال اللي على السوشيال ميديا. في ناس كتير لحد دلوقتي من كتر كثافه الفيديوز اللي موجوده على السوشيال ميديا، لمنازل بقى طبعا وقعت، واطفال، ويعني مشاهد برضو صعبه. في ناس حقيقي المشاهد دي مش راضيه تروح من دماغها طبعا. ايه المفروض يحصل في الوقت ده؟ بنعمل حاجه اسمها ديبريفنج، اللي هي باللغه العربيه تفريغ. يبقى اول حاجه بنعملها ان احنا بنقعد مع الناس دي وبنقول لهم، قولوا لنا بالظبط انتوا بتشوفوا ايه، قولوا لنا وانتوا بتشوفوا الحاجات دي او الذكريات اللي شغاله في دماغ حضراتكم دي معاها مشاعر شكلها ايه، بتخليك تحس بايه بالظبط، مدى الالم اللي عندك، بيفرغ من اللي جواه من افكار ومن مشاعر. رقم اتنين، بنبتدي نعيده الى الحياه، بنسميها ان يندمج في حياته الطبيعيه مره ثانيه، ومع الوقت ده يختفي في معظم الناس. قلة من الناس بيجي لهم مرض احنا بنسميه اضطراب ما بعد الصدمة، ده بقى محتاج علاج، دول اللي ما بيروحش الحاجة بينهم بقى. طبعا هنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، وامين عام الجمعية المصرية للطب النفسي. شرفتنا يا فندم في ترانز. وبكده تكون خلصت فقرتنا، فقرة سكوب. خلينا نروح نشوف فقرة سوشيال لاب ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. هنبدأ من الانستجرام لأنه متفاعل بشكل كبير جدا عليه، وبيتابع أكرم حسني 2,900,000 متابع، وهو بيتابع 805 ونشر حوالي 723 بوست. معظم الصور عن البوسترز وكواليس من مشاهد لأعماله وإعلاناته، وآخر بوست نشره كان وهو في الراديو كتب عليه
ويبقى للراديو معزة خاصة عندي. والمعروف عن أكرم حسني بعلاقته الطيبة بأصدقائه من الوسط الفني، فهنلاقي أنه ناشر أكتر من 50 صورة مع الفنانين أشهرهم عمرو دياب، محمد منير، وبيدعم أعمال أصدقائه بنشر بوسترز أو مشاهد لأعمالهم زي شيكو وهشام ماجد وطبعا أحمد فهمي. أكرم حسني وأحمد فهمي صداقتهم استثنائية جدا، وبينهم كيمياء خاصة بتنجح أي عمل، ولقينا انه منزل اكتر من 20 صورة ليه والفهمي. من الانستجرام للتيك توك بيتابع اكرم حسني 2,400,000 متابع، وهو بيتابع 3 اكاونتس بس منهم ابنه ياسين وربا اكرم، وحقق 5 مليون لايك على التيك توك. من اكتر الفيديوز اللي حصلت على مشاهدات عالية على الاكاونت هو فيديو اغنية لو كنت اللي شاركته فيها الفنانة هيفا وهبي، واللي حصلت على 1,400,000 مشاهدة. ومن التيك توك للتويتر بيتابع أكرم حسني على تويتر 1,100,000 متابع، وهو بيتابع 604 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي 28,000 تويت. كده نكون خلصنا السوشيال لاب بتاعنا وعرفنا أكرم حسني بيستخدم السوشيال ميديا إزاي. تعالوا نروح لفاصل وهيكون معانا فقرة جديدة، استنونا. البعض نحبهم لأن مثلهم لا يستحق سوى الحب، ولا نملك أمامهم سوى أن نحب. نرمم معهم أشياء كثيرة، نعيد طلاق الحياة، ونسعى صادقين كي نمنحهم بعض السعادة. طبعا دي بعض الأبيات لجبران خليل. جبران، كل سنة وانتم طيبين وحياتكم دايما مليانة بحب وسعادة. أيام قليلة قوي بيحتفل العالم كله بالفالنتاينز داي أو عيد الحب. صحيح احتفالات الفالنتاين عالميا السنة دي جاية يعني في ظروف عالمية مضطربة، لكن رغم كل شيء هنفضل نحب، هنفضل نحتفل بعيد الحب، هتفضل حياتنا أجمل دايما بالحب. وبما أن احنا بنحتفل مع حضراتكم بعيد الحب، هيكون معانا النهاردة صوت جميل جدا، موهبة كمان متميزة جدا على السوشيال ميديا، وليها متابعين كتير جدا ومحبين، مش بس الحقيقة من البني آدمين، لكن كمان ليها محبين بقى من الطيور كتير قوي. معانا ساره هيثم، نورانا في ترانس. ساره ازيك؟ ميرسي، الحمد لله تمام. هابي فالنتاينز داي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ميرسي. وانا عارفه يعني انت مخطوبه، وعارفه ان انت عندك بغبغانات وعصافير وحاجات كده كتير. ايوه. فيعني كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ميرسي. قولي فالنتاينز داي بقى او عيد الحب بيمثل لك ايه عامه؟ يعني انا بحس قوي ان هو عامه مش لازم يبقى بين اتنين يعني ولد وبنت، ممكن يبقى عادي بين او بالظبط، ممكن يبقى فاميلي، فريندز، حيوانات. صح، انا اتفق معاكي. حيوانات احلى. طيب قولي لي بقى، انت على السوشيال ميديا يعني انت مطربه، شكلك صغنون ما شاء الله، وبشوف دايما الفيديوز بتاعتك والتيبس اللي بتتكلمي فيها عن علاقتك بالبغبغانات اللي عندك والعصافير والطيور وعلاقتك عامه بالحيوانات. يعني كلميني عن العلاقه دي، بدات معاكي من امتى؟ شفت لك صوره من انت صغيره بيبي مع بغبغان. ايوه هي بدات من انا صغيره فعلا، وكان مامتي لما خلفت اخويا، كانت هي يعني الاول من زمان خالتي ومامي بيربوا اصلا، وبس لما انا ابتديت يعني لما مامي خلفت اخويا قررت ان هي هتوديني، كانت دكتور وقتها بتساعد الاطفال ان هم يتعاملوا مع الحيوانات ويعرفوهم اكتر وكده، وابتديت اروح واعرف ازاي اتعامل معاهم، وابتديت من هنا بقى بقيت خلاص مجنونه. بالبغبغانات تحديدا ولا بكل ال؟ انا بموت في كل الحيوانات، بس البغبغانات حسيت انه انا عندي انفورميشن، طب ليه ما ساعدش الناس اكتر، ويعني انا سبيشلايزد فيها فليه لا، يعني متخصصه فيها شويه، فقلت ليه لا ما نساعدش الناس، الناس تعرف بقى الطريقه بتاعه التربيه الجديده الصح، يعني الصح مش اللي احنا عارفينها. يعني سبيشال انه المعلومات عن تربيه البغبغانات والطيور شويه مش معروفه قوي عندنا، عشان هما كمان مش بيعيشوا هنا. بس هي الفكره ان في حاجات كتير قوي معروفه غلط، يعني مثلا زي الاكل بتاعهم، لب وسوداني غلط اصلا بيجيب مشاكل على الكبد، فليه؟ صح عندك حق. يعني بس احنا بنتكلم على البغبغانات، واحنا من اللي عارفينه اكتر حاجه على البغبغانات ان هي بتغني. ايه تحبي تسمعينا ايه دلوقتي؟ بيصرخوا اكتر. ممكن اغني انا لحبيبي. اتفضلي. يا طبيعي. Thank you.
حبيبي نده لي قال لي الشيت راح رجعت لي يا مامي زهر التفاح وانا على باب ندي والصباح بعيونك ربيعي نور روحي حبيبي إلي يا صورة بيضة لبقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي طيب سارة انت سنك صغير فانت اكيد لسه بتدرسي صح؟ لا خلص. لا ده ازاي طيب؟ يعني انا 23. لا 23. ايوه انا مش عارفه ليه حسيت ان يعني انا عارفه ان انت عشرينات 20s early 20s بس انا ما شفتك حسيت ان انت اصغر. فقلت اتاكد من المعلومات. دارسه ايه؟ دارسه اعلام وماركتنج. يعني ماركتنج. طيب دلوقتي بتعملي ايه في حياتك؟ اوكي انا دلوقتي بعمل ثلاث حاجات. هي اول حاجه غنى، بحاول ان انا اعمل الموضوع يبقى حاجه يعني حاجه انا دي اكتر حاجه انا بحبها هي وبنات، فانا بحاول قوي ان هو يبقى كارير اعمل الحاجات بتاعتي الاغاني والحاجات دي كلها، بس الموضوع صعب شويه فبحاول. وبعمل البغبغانات، بساعد الناس اكتر ان هي تتعامل معاهم، بدي سيشنز حاجات كده كتوعيه وكتدريب وحاجات كده. وتالت حاجه انا بشتغل في ماركتنج سوشيال ميديا. طب يعني ثلاث حاجات يبدو ان هم بعيد عن بعض بس لا هم ليهم علاقه ببعض، بيكملوا بعض. أيوة. وبتعمليه بقى ده على السوشيال ميديا. اول ما دخلتي على السوشيال ميديا انه احنا بنشوف انه يمكن ناس كتير قوي بتدخل على السوشيال ميديا بتقول بقى اي كونتنت اي حاجه عايزه تقولها، لما جيتي تبتدي السوشيال ميديا حسيتي انه في صعوبه ان انت تبتدي او تتكلمي قدام كاميرا الموبايل او تعملي نفسك كونتنت او تعملي نفسك برضو ايدنتيتي؟ هو كان في الاول موضوع صعب طبعا، لانه عبال ما بكون عارفه الناس عايزه ايه والناس عايزه تتفرج على ايه وهل هتتقبل ده مني ولا لا وهل هيبقى حاجه فعلا هتفيدهم ولا لا. فانا في الاول بكل صراحه انا كنت بادئه فيديوز غنى على سوشيال ميديا، وبعديها في مره كنت بغني بالصدفه ببغنات كانوا معايا في الفيديو والناس ابتدت تسالني اسئله اللي هو عايزين يعرفوا كذا وعايزين يعرفوا كذا، واللي هو انا عارفه اوكي هقول لكم. وابتديت من هنا بقى بعمل الاثنين مع بعض، بعد كده بقيت بغني ومعايا ببغنات دايما وبيطلعوا على طول معاكي. انا بشوفهم مش بيسيبوني وانا بغني، لازم لو هقف هيقفوا عليا، انا شجره في البيت. لا هم كمال قوي يعني، حتى العلاقه اللي بينك وبينهم حلوه قوي. ميرسي. طب هتغني لنا ايه تاني؟ اغني لكم ان راح منك يا عين. الله يلا. فاكرينه ايه فشغلنا مهما تبنا
بحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. برافو برافو برافو. طب قولي بقى انت اتعلمتي الغنى فين؟ ولا هي موهبه وما حاولتيش تجربي اكتر او تثقليها اكتر بدراسه؟ انا لسه بادئه فوكال لسنز، يعني لسه ببتدي بقى اخد الحاجات بتاعه التدريبات وكده. طب انت حاسه ان صوتك قريب لمين؟ اقول الناس كلها بتقولي نانسي شويه. ايوه قوي. لا نانسي عجرم قوي، يمكن حتى نفس البيرسونا شويه. قالوا لك كده صح؟ أيوه. والله برافو عليا. طب مش عايزه تغني حاجه لنانسي من غير ميوزك من غير اي حاجه؟ ممكن اغني حاجه لنانسي. ممكن اعمل فيه حاجات. يلا ماشي. في حاجات تتحس وما تتقلش، وان جيت اطلبها انا ما اقدرش، ولو انت عملتها بعد ما انا اطلبها يبقى ما ينفعش. في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبانة ما بين. طب اقولك ولا ما اقولكش؟ برافو. طب انت بقى انت من انصار الاهتمام بيتطلب ولا بيتطلبش؟ بنقول ولا ما بنقولش؟ يعني والله الاثنين. الاثنين ساعات ساعات بحس ان احنا عادي نطلب حاجه احنا عايزينها لو هو حد يعني قريب مننا واحنا مستريحين، ليه ما نطلبش؟ وساعات برضه بيبقى في حاجات احسن ان احنا نستناها. ايه السلاسه دي؟ موضوع سهل خالص. ايوه بسيط عادي. موضوع بسيط خالص اهو يا جماعه. انا عايزه اتكلم معاكي في حاجات كتير والله يا ساره، بس صوتك كمان ما شاء الله حلو قوي، فعايزه اسمع برضو اغاني كتير. فانا هسالك سؤال اخير قبل ما تختاري اغنيه ثانيه تغنيها لنا. ماشي. مين اكتر حد يعني في عيلتك ساعدك في فكره ان انت تغني وان انت كمان تبقي يعني بتطبقي دراستك على السوشيال ميديا وكمان تربي البغبغانات؟ لان انا عرفت انه مامتك ما بتحبش البغبغانات صح؟ لا. مين في حد عندك باباكي اللي ما بيحبش البغبغانات؟ انت عرفتي ازاي؟ انا متابعه كويس. لا هو بابي اكتر مش ملوش في الحيوانات، بس يعني بس عادي مش بيكرههم، بس انا طبعا البغبغانات يعني مبهدلين البيت، فانا مش هضحك عليك. يعني الباكج يعني انا البغبغانات يا بالظبط كده. فهو طبعا يعني تعب مننا خلاص عشان الاوضه اتكسرت وكل حاجه باظت بسببهم. شفت اوضتك؟ ما ينفعش. ما بابي بيقول لي نفس الحاجه. لا بس دي اوضتك، دي يعني الاوضه اللي بتقعدي فيها مع البغبغانات ولا دي اوضتك؟ لا هي اوضتي، بس انا اعتبرت ان انا ما عنديش اوضه وسبتها لهم. لا بس والله حلو. لا انا بهزر عشان يعني عشان باباكي ما ياخدش كلامي ريفرنس ويرجع يقول لك حاجه. لا والله انا بهزر. لا بالعكس. ايوه لا هو عارف. طيب قولي لي بقى تغني ايه؟ عايزه تغني اغنيه انجلش ولا عربي؟ انتوا هتحبوا ايه؟ احنا نحب اي حاجه منك. تحبيه؟ ممكن ممكن نعمل حاجه ثانيه. انا بحب عربي قوي. طب خلاص بحب عربي اكتر، بس ممكن نعمل ايه عربي؟ بس حاجه احنا نكدنا عليهم بقى، في حاجات تتحس يعني حاجه ممكن حاجه تبقى كده قوي. ماشي. ايه تقولي افكار؟ في انا بما اني طبعا بيج فان، فممكن في انا عندي بغبغان لذيذه بس مش حافظاها قوي، بس ممكن اجرب. طب يلا نجرب. يلا بينا. انا عندي بغبغان جلباوي بنص لسان، انا عندي بغبغان جلباوي بنص لسان، بيحفظ اللي اقوله ويذاكره الليل بطوله، والصبح القى بيقوله ويعيده لوحده كمان، زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. بس انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي. طبعا. تعرف ان هم مش بيحفظوا الكلام، يعني هم مش بيرددوه خلاص،
لا قوليه طيب اللي بيحصل بس قوليه بسرعه لان انا عايزه بسرعه قوي. بس هما بيفهموا يعني زي الاطفال فبيعرف بقى ان الكلمه دي معناها كذا فبيقولها بقى في الموقف ده وهكذا يعني هو فاهم أيوة الكلام. أيوة. انا سمعتك كمان بتقولي ان الكلام بيبقى مرتبط معاهم بمواقف. ده حقيقي صح؟ شاطره انا صح؟ ساره يعني نورتيني بجد وكنت مبسوطه جدا بالانترفيو ده. انا متوقعه لك ان شاء الله مستقبل لطيف جدا جدا كمان قدام مع البغنات ومع الغنى مع كله ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي وهابي فالنتاينز داي. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه ميرسي. وبيقول لنا هتقضيه ازاي. اوكي اوكي يا مع بغبغانات ممكن. ساره هيثم نورتينا. ميرسي. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من ترانس. نشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد ان شاء الله.